دابا المشكل راه مخلص هو الكره ديال هذا الطوارئ ويجري عليه وعلاش زرع قال خلصني دابا بدا 7 ايام وما خلصتينش خلصني ما خلصتيش لقيت سالك تشهر دابا هو كيبغي يتخلص الشهر مسبقا بحال دابا هذا الشهر ابريل خصني نخلصو ليه عاد نسكن ما انا ما كيتسانيتش حاجه لان انا كنت كنخدم كنخلصو في ديالو عمر ما تسانيت دابا دابا باقي ما خلصتيش لا ما عنديش انا غير جالس ما عنديش مين كندخل تاريا يلاه نزيد نمشيو واخا الله يجازيكم بخير هددني مزيان شنو قال لك قال لي غادي نمشي نفرع لك البيت وندير وغادي قلت لي بغيتي تجي تدخل وجيت ندخل وغادي نجي ندخل قال لي والله نتيما هذا الشيء اللي نتيما معاكم اه ولا اليوم ما خدانيش اه شنو ما خلفتش اه هو السيد شنو ما خلفتش عنده شي مشكل مع مول الدار اه عنده ديال هذا المشكل عنده كرا كاين مول الدار كلمو ليا كنكلم يوسف ما كاينش هو ما ساكنش التليفون ديالو كنعرفو قلت لك القفل شي خو كاين شي ما عرفتش دابا شنو دار لان واش غنقول لك اجي زيد مع حسين في البرد ما خلانيش ندخل خذ شوف راه عندي شوف البيت ديالك زيد ومحل حلو ما عندكش شي حاجه ناقصه شو شحال لك المحل ديال شي واحد ها فراش هو مالو شو واش اسمع سيد عامل هو انت طريح في المحل ديالك يا سيدي غادي تسالي جا قال لك شي حاجه ولا هذا غرجع عندنا هنايا الباب مراكش الله يجازيكم انت وليا الثابته اللي كاينه تما الله يجازيكم الله يكثر ما عندوش حقيقي يخرج وإلا بقى ربي شي حاجه عيط لنا غير شي حاجه ولا هذا ولا اسمو جي عندنا الله يجازيكم بخير لا صداع لا صداع بلا والو الواجبات ديالك اللي عندك تعطيهم ليه هو راه ما كرهش يجيك شي حاجه من الدار راني كاري ليه اجي اجي شوف اجي راه عنده هو شي مشكل معاه يدعي ها هو خو ها هو خو اجي سلام عليكم استاذ القيد محمد حميد هذا السيد كاري عندك ريال هذا المحل وعلاش بغي يجري عليه علاش بغي يجري عليه او البخاش بلا تما لا انت وليد كتخلص حتى في الكره ولا لا لا تكون فوق شكون اللي كيتخلص في هذا المحل انا هو يقول لك شكون اللي كيتخلص في يوسف فين هو يوسف لا كاينش ما شافش كاينش تسكن حدا الجامعه ديالو شوف الشيخ شوف ما عندوش الحق يجري عليه ما عندوش الحق يجري عليه الا الا بغي يخلص لي الكره يدعي وزيدون هذا الوقت راه كاينه واحد الحاله خاصه غادي يصبر عليه غيخلصو لا ما خلصوش يدعي ماشي يهزو ولا يفرع عليه ولا لا عيطو بالتليفون اللي يدير ليه راه غتخرج ضدو اجراءات اللي هي قانونيه بلغو هادشي هو مكاين بلغو ليه رجاء السيد العامل جا القيد وجاوبو السيد دخلوه للمحل ديالو ما عندوش حق يجري عليه ولا يقرب له شي حاجه راه ماد القانون شي حاجه دابا الحاله الطوارئ حنا الناس كنجمعوهم في المحل ما كنخرجوهمش للشارع الا دار شي حاجه يموتهم دابا هنا بغيتي شوف هنا تقول لي اللي كان اللي كان اللي هو هنا فين خصنا هنا خصنا واحد يحل على خوه ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.